السلام عليكم. في حد ما سمعش عن الاوبن ستريت ماب فنبدا نتكلم عنه، ولا الناس كلها سمعت عن اوبن ستريت ماب فنتكلم عن الخطوات اللي جايه ان شاء الله؟ تقريبا كده معظمهم كانوا حاضرين من المحاضرة اللي معانا اللي فاتت. مش عارف، هو باشمهندس شريف كان موجود. عليكم السلام ورحمه الله. المايك مفتوح لو حد حابب يفتح المايك. اهلا على راسا فوق باشمهندس علاء حبيبنا من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا عليكم استاذ؟ السلام. كيف حال باشمهندس؟ حالك باهي؟ الحمد لله يا استاذ. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا استاذ. انت حضرتك في فريق اوبن ستريت ماب ليبيا؟ ايه ليبيا. الله يكرمك يا استاذنا. سلامي للبشمهندس عبد الرحمن. ان شاء الله يوصل. الله فيك. اتفضل يا باشمهندس شريف. السلام عليكم يا باشمهندس عمر، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله والله كله تمام الحمد لله. الله يكرمك. تمام. في قبل ما نبدا، بس في حد ما سمعش عن اوبن ستريت ماب عشان نتكلم، ولا نبدا نتكلم في الخطوات اللي جايه؟ هل في اي حد ما سمعش عن اوبن ستريت ماب؟ طيب، هو على العموم اوبن ستريت ماب هي فكرتها كلها انها فكره اوبن سورس مفتوحه المصدر زي خرائط جوجل، بنبدا نحط فيها كل المعلومات اللي موجوده، ما فيش حد بيتحكم فيها غير المتطوعين. يعني اي حاجه تانية منافسه بتبقى محكومه بالشركه نفسها، فممكن تبذل انت شغل كتير وتلاقيها لغى المعلومات دي كلها لاي سبب من الاسباب، او باعها او مش موفرها. انما اوبن ستريت ماب بيديلك اوبن سورس تقدر تعمل البرنامج اللي انت عايزه. ففي بعض الناس عملوا برامج كتيره جدا، في مثلا ناس عملوا برنامج لو في كوفيد 19 تروح مبلغ، دايس بس زرار على التطبيق وكلنا نبدا ندوس على الزرار، فيعني نعرف اني منطقه اللي فيها الفيروس منتشر. في ناس مثلا عملت تطبيق لو في تفجير، لو في مطبات، العربيه اوتوماتيك لو انت مشغل حاجه تحس بالمطب، تحس بالحفره، تحس بالمشكله، فتبدا تبلغ ان في مشكله في الشارع ده بشكل سهل وبسيط، ويعني ما بتاخدش منك جهد وما بتاخدش منك حاجه خالص. طيب احنا ازاي هنرسم الخريطه لمصر كلها؟ من خلال ان انت بتسطب برنامج اسمه كارتا فيو، ده انا يعني مسطبه حاليا، برفع الصور اهو، تمام، شغال بيه، تمام، ومعانا الخريطه كلها. طول ما انت ماشي بتصور الشارع، هو البرنامج اوتوماتيك بيلقط تقريبا مثلا كل كم متر صوره، فلو انت عايز في اي وقت المبنى تعرف المعلومات بتاعته كام دور وارتفاعه كام، تقدر تاخدها من الخريطه. وبعد كده نبدا نمسك المباني كلها، نبدا نديها الارتفاع بتاعها في ثواني، هتلاقي نفسك خلصت مثلا خمس ست مباني ببساطه. وده هيفيدنا في ايه؟ في برامج كتيره جدا معتمده على الاوبن ستريت ماب، يعني الخرائط مثلا في ارك جي اي اس، في الكيو جي اي اس، في الانفرا وركس، في اليومن، في الاوتوكاد، السكتش اب، كل الحاجات دي بتقدر تاخد المعلومات من اوبن ستريت ماب، لان هو اوبن سورس، فاي مبرمج يقدر يتعامل معاها ويقدر ياخد البيانات بتاعتها ويقدر ينزل البيانات بتاعتها مجاني بشكل قوي، وتقدر تعمل اي تطبيق معتمد عليه. فهي الفكره بسيطه جدا وسهله جدا ومش مكلفه. يعني لو حاولنا نعمل قصه ان احنا نعمل مصر كلها ثلاثيه الابعاد بالبرامج او بالاجهزه هيكلفنا كتير جدا، انما الموضوع كده مش هيكلفنا حاجه خالص. والاخوه في ليبيا سبقونا، مهندس علاء الدين من فريق اوبن ستريت ماب ليبيا، خلصوا جزء كبير جدا جدا من ليبيا ودخلوا الاماكن، يعني في مدن تقريبا رابع مدينه على مستوى العالم موجوده في ليبيا اللي اسمها غدامس، ودي التصميم المعماري بتاعها يعني موحي لاي مهندس معماري لازم يقعد يقرا عن مدينه غدامس، لانها فيها الشوارع كلها لها سقف وستات لهم شوارع مخصصه فوق السقف، ويعني قصه طويله بتقلل درجه الحراره بشكل كبير جدا. ف في شغل جامد اتعمل في ليبيا، احنا عايزين في مصر نتنافس معاهم في حاجه زي كده. تمام، المايكات مفتوحه، اي حد عايز يفتح المايك ويتكلم ويقول لنا رايه والحاجات دي كلها. احنا ان شاء الله هنسجل اوبن ستريت ماب، واتكلمنا مع منظمه الدول العربيه ومنظمه المساحه العربيه، وقالوا لنا اول ما تسجلوا رسمي خلاص انتوا واخدين اعتماد مننا وهنعتمد تكون شغال معاكم بشكل كويس جدا. فبنحاول نوصل للناس اللي هي مسؤوله في الجامعات وفي حاجات المحافظات والمساحه، الحاجات ديت، بحيث ان احنا ناخد منهم دعم وهم
هيفرح حاجه زي كده. احنا مش هناخد معلومات من اي جهه، بالعكس احنا هنعمل الخرائط وبعد كده نتيحها لكل الناس اللي عايزاها باذن الله. طيب انا هسكت عشان الناس بقى ايه هي اللي تتكلم. المايكات مفتوحه والكاميرات مفتوحه وكل حاجه. طيب باشمهندس احمد اي حد عايز يتكلم؟ انا معاك يا باشمهندس عمر. اتفضل. طيب انا كنت عايز اعرف مين ان شاء الله اللي هيبتدي في مصر، يعني مين الدكتور او مين اللي حضرتك بتقول معاكم دكاتره او مهندسين، مين اللي هيبدا ان شاء الله؟ معانا مثلا دكتور هاني ابو العلا، في كذا دكتور معانا، احنا عاملين جروب على الواتساب في بعض الدكاتره الافاضل هيبقوا موجودين معانا. هنبدا نشوف الناس اللي متحمسه، نبدا هم دول اللي يكونوا المؤسسين. الشروط بتاعت تاسيس الجمعيه بسيطه جدا، فسهل ان احنا نعملها ان شاء الله. تمام، يعني ان شاء الله خلال يعني 2021، ولا ان شاء الله ممكن خلال الشهر ده تتم الجمعيه؟ ايه يعني الجمعيه تبتدي ان شاء الله في السنه الجديده، ولا ممكن في 2020 تنتهي التاسيس؟ احنا نتمنى يعني نقدر مفيش يعني لسه مش معاكم وقت ليها، يعني مش عارفين وقتها ممكن. لا احنا مش ملزمين بالوقت. تمام، احنا اول ما نقدر نوفي الشروط هنقدر نعملها. انا سجلت كذا جمعيه قبل كده في مصر. الموضوع ساعات بياخد وقت على حاجات تافهه، وساعات بيمشي سهل جدا، ساعات بياخد يعني ممكن. انا فاكر مره كنت بسجل جمعيه باسم عيلتي، عيل السليم، على اساس يعني نتكامل اجتماعيا، فخدت وقت كتير جدا عشان اختار الاسم. بنكتب 20 اسم ونبعته وما يوافقوش، ولا مش عايزين عيل السليم، اختاروا لكم اسم تاني. وفي الاخر خالص عملنا اسم ملوش اي لازمه خالص، اسمه اركان، يعني اركان الايمان الخمسه او اركان الحج الخمسه، حاجه زي كده. كان يعني هي كانت المشكله في قال لك لا ما ينفعش تسمي باسم شخص او يعني هي كانت المشكله في الاسم يعني ولا في الاجراءات؟ لا كان مشكله في الاسم. تمام، فروحنا هناك قلنا لهم طب شوفوا اي اسم كان عندكم وحد ما خدوش واحنا هناخده. فلقينا حاجه اسمها اركان الايمان الخمسه او اركان الحج الخمسه، حاجه زي كده، وسجلناه وده عيل السليم. تمام، لكن بدون همشي بجد وربنا يسهل ان شاء الله. ده هي بتبقى تبع وزاره التضامن ولا جمعيات بتبقى ليها؟ وزاره التضامن. وزاره التضامن. تمام، لكن مش عايز عدد معين من الافراد او كده، يعني ممكن 2 3 يعني. لا لا، الشروط انا كلها ممكن ابعتها لكم، كلها سهله ما فيش اي حاجه صعبه. تمام يعني الشروط انا قريتها كذا مره، يعني مش عارف، بيقول لك تحط 100 جنيه، حاجات سهله جدا انها تتعمل، مش معضله يعني. تمام، مثلا اهو زي الصفحه اوبن ستريت ماب مصر. تمام، الشروط كلها اهي، انا حطيتها على الجروب بتاع اوبن ستريت ماب مصر. بيقول لك ايداع مبلغ 100 جنيه، ويكون في مقر ومسجل، وصحيفه الحاله الجنائيه لكل عضو المؤسسين، وعددهم من 5 ل 15، والعدد يكون فردي بس. يعني الموضوع بسيط جدا. يعني ان شاء الله الكلام ده سهل جدا نعمله باذن الله. هو مجرد بس حد فينا هيسجل المقر الجمعيه باسمه وخلاص. وتم الاتفاق على كده ولا لسه هتبتدي؟ لا هنبدا نتفق، وحد يكون شغال. محمد من غزه، اتمنى ان شاء الله تبدا معانا، يعني غزه ومصر حاجه واحده، فنبدا مع بعض ان شاء الله، ولو في اي حاجه نقدر نساعد فيها تحت امرك. تمام، طيب الساده الحضور، اللي حد بيتكلم، اللي حابب يقول اي حاجه، نتمنى نسمع كلكم. تمام، يعني هو الموضوع بسيط. انا كل يوم مثلا لو انا خارج مشوار بروح حاطط الموبايل على الحامل وبسوق عادي، هو بيبدا يصور الاماكن. ولو حبيت اخليها 3 دي ما فيش مشكله، لو حد يجي بعديا ونخلي الصور يحولها 3 دي ما فيش مشكله. احنا شرف لينا ان اي حد نورنا باشمهندس وائل، يعني شرف لينا. تمام، انا هحط لكم جروب على الواتساب لو حد متحمس وحابب ان هو يشارك معانا. الجروب بتاع ايجيبت اهو. تمام، الناس اللي هم في مصر ونبدا نتعاون مع بعض ان شاء الله.
وانا برضو احاول اكلم الاخوه في السودان بحيث برضو ان احنا نتعاون مع بعض في ان احنا ننشر الفكره باذن الله. يعني احنا عندنا شوارع جميله جدا وعندنا اماكن جميله جدا، ليه ما نحاولش ان نصورها وتبقى موجوده، والناس اللي هي شغاله في المساحه برضو هتشارك معانا ونعمل شغل كويس باذن الله، نتعاون ان شاء الله في حاجه زي كده. طب يا باشمهندس عمر، لو معاك حاجه ممكن تعرضها على الشاشه برنامج او المسار، ممكن نتفرج على فيديو يعني. هو ممكن نعمل شير سكرين اهوت ليها. أيوة. حاجه انت كنت عاملها مثلا. بص استاذ فاضل، هي اوبن ستريت ماب ايجيبت دي اللي احنا شغالين عليها، ده الشعار بتاعنا. تمام، دي الخريطه والعلم بتاع مصر. تمام. الفكره كلها ان المعلومات تبقى غاليه جدا، فهي بنقدر ان احنا نوفر المعلومات دي من غير ما حد يدفع فلوس ومن غير هدف للربح خالص. والاوبن ستريت ماب هو مش فكره، هو مجموعه من قاعده بيانات قويه جدا، بنبدا ننشر ان كلنا نتعاون مع بعض. تمام، يعني ممكن واحد ملوش في جي اس خالص، ملوش في البيم خالص، ملوش في حاجه، مجرد ان هو بس بيصور الشارع، واحد تاني بيكمل الطريق ويعمل المعلومات ديت. بس هي الفكره كلها ان احنا بنسجل كل حاجه من خلال الموبايلات والجي بي اس والحاجات ديت، وبعد كده نحولها لحاجات ثلاثيه الابعاد. ادي هي مثلا الخريطه، الخريطه دي فيها كميه معلومات كتيره جدا، رغم ان حتى الان ما فيش اي حد في مصر جرب ان هو مثلا يصور. يعني واحد راكب المترو وحط الموبايل وبدا يصور، هيطلع لنا صور كتيره جدا وقويه جدا، وهو البرنامج اوتوماتيك لو صور صوره شخص او اصلا او رقم عربيه بيمسحه، يعني بيخلي مظبوط. حتى اليافطه اللي كان عارضها في العرض اللي فات كان فيها، تم يعني عمل عليها بلار كده يعني. مظبوط، اول ما حس ان في حاجه راح شايلها على طول. والكلام ده يعني بيتعمل في نفس الوقت، العمليه الحسابيه دي في نفس الوقت، ولا ممكن بتاخد وقت وبعد كده بترجع تتعمل؟ لا تقريبا، هو اول حاجه بيعملها ذكيه جدا ان هو ما بيرفعش الصور على طول، يعني انت بتصور ما بيرفعهاش، بيسجلها عنده على الموبايل. واول ما تروح البيت، انا ممكن اوريكم التطبيق. انا كان في شويه صور رفعتها وانا بتكلم معاكم. تمام، ف فوت سكرين. ادمت وشونت شريف حبيبنا. تمام، انا كنت المفروض اعمل كوميونيتي، انا مش عارف ازاي. في البرنامج اسمه كارتا فيو. تمام، انا طول ما انا ماشي بروح حاطه في العربيه وهو يبدا يسجل. ان الذين ينادونك من وراء ثانية واحدة، أنا بس بفتح الموبايل. كوم بي المفروض كده يدخل في الشعر فوق شوية في البيت. طيب، أول برنامج ببساطة ببدأ أصور الشارع اسمه كارتا فيو، وبعد كده بخش على أبلود، بيقول لي إن في صور موجودة اهيت، ابدأ ارفع الصور ديت. تمام، فأنا بقول له ارفع الصور دي لما أكون وصلت مثلا للواي فاي في البيت، فما بيكلفنيش حاجة بدل ما ألاقي النت خلص. تمام، طيب الموضوع ده فادنا كتير جدا. مثلا كان في مشكله في ديجيتال هيلب فور هيتي، منطقه في امريكا حصل فيها زلزال، فالناس كلها ما شاء الله
الباشمهندس وائل بشرنا ان هو عمل المنطقه بتاع كفر الشيخ، ممتاز جدا. طمنا على كفر الشيخ، كان في تسرب غاز امبارح، ان شاء الله كنت على خير. تمام، انا فاتح اهو الخريطه. تمام، هي تقريبا بتقعد يوم او يومين كده وبتبدا تظهر. تقريبا في شارع اهو ظهر اهو في المنطقه، طريق اسماعيليه، في حد عمل طريق اسماعيليه؟ تمام، في حد. الكلام ده جديد، الكلام ده يعني امبارح ما كانش فيه الطريق اسماعيليه. وفي تقريبا حته هنا في القاهره في برج الحديدي، برج الحديدي في الطريق الدائري، فيعني بدات اهي تندع، وبدا في بعض الاماكن هي تتعمل، ودي خطوه كويسه. وان شاء الله يعني نلاقي تطورات سريعه لما الناس تبدا تدخل في القصه دي. تمام، اهو الحمد لله كله تمام. تمام الحمد لله. باشمهندس سلام، ازيك؟ باشمهندس عمر، ازي حضرتك؟ الحمد لله استاذنا، كله تمام. احنا لينا الشرف يا فندم، ربنا يخليك. الله يكرمك استاذ. فهي الفكره كلها باساليب بسيطه خالص، بالكاميرا بالحاجات ديت، بنبدا نجمع المعلومات، ويبقى عندنا قاعده بيانات قويه جدا. نقدر لو احنا مثلا عايزين ناخد قرار مثلا في اي حاجه، نقدر نرجع لقاعده البيانات ديت. وقاعده البيانات دي مش هتكلف الدوله، يعني لو احنا عملناها بالاساليب التقليديه هتكلف مليارات، لا دي مش هتكلف ولا حاجه خالص، وهي تبقى متاحه للجميع. ولو في اي حاجه فيها مشاكل ممكن نقدر نحجبها. وملف بسيط خالص بيبقى موجود فيه كل المعلومات، وفي الديسكريبشن واسامي الشوارع واسامي الطرق والحاجات دي كلها، وبترفع على الاوبن ستريت ماب. يعني كل المطلوب مننا تاني ان احنا بتمشي في الشارع ومصور الكارتا فيو، وبعد كده انت او حد تاني بياخد الاماكن اللي اتعملت دي ويبدا يعمل لها رفع في الاماكن بتاعتها. بيعمل يعني مثلا هو اوبن ستريت ماب، بتقول له ايديت. طبعا ايديت مش هينفع، لازم تعمل تقرب كده لحد ما توصل مثلا لحته معينه. تمام، مثلا انت عايز مثلا المنطقه ديت. تمام، ده هايبر 1 او في باركينج هنا، ده غالبا باركينج. تمام، فهتقول له انا عايز اعمل ايديت، فيقول لك ما عنديش مشكله، يلا اعمل ايديت للجزء دوت. تمام، بيقول لي في حاجه انت عملتها قبل كده وما سيفتهاش. انا فعلا فعلا عملتها وما سيفتهاش. طيب بوينت، يبقى انا بقول له معلومه معينه، ان شقه معينه، محل معين، الحاجات دي كلها. لاين ده طريق، اريا ده مثلا ممكن ينفع مع البارك، فاقول له مثلا من هنا لهنا لهنا مثلا اهو لهنا، وادوس مرتين عشان اخلص، وبعد كده اقول له ده كار باركينج، فبيقول لي طيب الاوبريتور، الطيب، التوتال سبيس، كل المعلومات دي تقدر تكتبها. فبقى عندنا قاعده بيانات تفيد اي حد عايز تاخذ قرار. احنا الذهب الحديث هو الذهب الحديث هو الانفورميشن، المعلومات. فاحنا بندخل المعلومات كلها وبعد كده تقول له سيف، فيبدا يقول لك انت عملت ايه. اد بارك مثلا، تمام، ابلود. فهو في حد بيراجع بيشوف هل الشخص ده بيدخل معلومات صح ولا غلط، وهكذا، زي عامله زي الويكيبيديا. فبيبقى في مراجعه للمعلومات ونشوف اذا كان في اي مشاكل ولا لا. هو فاضل من وقت الحاجه 10 دقائق، فيا ريت لو اي حد عنده تعليق او كده يتفضل. وده البرنامج انا هكتبه لكم اللي هو اسمه كارتا فيو. تمام، اهوت موجود على الاندرويد وموجود على الايفون. لو اي حد يعني سطب البرنامج ومشي، هنقدر نعمل خرائط بشكل قوي جدا. انا موجود في المجموعه بتاعت ليبيا، ما شاء الله بيعملوا شغل قوي يوميا. فباب النقاش مفتوح بعد اذنك. باشمهندس سلام، انت صايع طول الوقت في الشوارع، قصدي يعني ما شاء الله يعني بتلف كتير، فممكن تشغل الكاميرا وتصور لنا بقى الاماكن ديت. والله يا باشمهندس انا عايز اقول لك، انا كنت داخل مره بالغلط على ميدان التحرير، كنت بصور الفيو اللي كان موجود هناك، كان هيتقبض عليا، كان ممنوع. ايوه، ما ده كان ممنوع، هو معروف ان ده انت وتلاقي كنت رايح يوم مظاهره ولا حاجه. لا لا مش ناقصه. من انا ان شاء الله باذن الله هبذل جهد في الموضوع ده معاك برضو باذن الله الفتره اللي جايه. المشاوير اللي هنزلها هبقى مصورها وابعتها لك ان شاء الله. انت بص، بتسطب البرنامج وانت ماشي، وبعد ما تروح البيت او يكون مكان فيه واي فاي تقول له ابلود، بيبدا يرفع الصور.
طب هو بالنسبه لان انا ماشي بالجي بي اس في القاهره بقى اعمل ايه بقى الاثنين مع بعض؟ انا ببقى تايه في القاهره حضرتك وانا ماشي. ما انت قلت على تركب تاكسي اعتقد يعني. لا انا فاهم بس الجي بي اس بيبقى بيخدمنا في الموضوع ده. انا اقصد ان انت عارف انت ماشي في الشوارع كميه الكباري اللي اتعملت بتتوهك، انت ممكن تطلع كوبري بالغلط يوديك لمكان تاني. يعني انا بقول لك المعاناه يعني. معترض على الكباري يعني ما شاء الله. خلاص يا فندم بقى خلاص تحت خلينا نتقبض علينا. تمام تمام طيب. لا لا ان شاء الله. ونشكر بشمهندس شريف ان هو بدا يسجل الشوارع الموجوده، وعايزين ان شاء الله احنا 100 مليون يعني لو 1000 واحد اتعاون معانا ان شاء الله نخطي منطقه كويسه في فتره وجيزه، والناس تشوف حلاوه الشوارع بتاعتنا ونبدا نعمل برامج. مثلا لو في برنامج في مكان فيه كمامه او كذا نبدا نسجل بحيث ان الموضوع ده يتحل ان شاء الله. استاذ محمد عادل لو اي حد حابب ان هو يفيدنا ويقول رايه، وان شاء الله يعني شغالين في ان احنا نسجلها رسمي وهكذا يعني ان شاء الله. تمام، ونبدا نعمل بقى كل مكان نحط فيه الارتفاعات بتاعته ونعمل حاجه 3 دي، ويعني يبقى في واجب يومي كده كل يوم نعمل جزء بسيط لحد ما نعمل المنطقه كلها باذن الله. باشمهندس شريف استاذنا. باشمهندس عمر استاذنا اتفضل. ربنا يخليك. هو انا المحاضره اللي فاتت تفتكر المهندس عبد الرحمن. ايوه. انا كده زي رود ماب ل هم اشتغلوا ازاي في ليبيا. انا اعتقد ان هو يعني احنا عندنا مشكله في مصر ان احنا عندنا اماكن كتيره جدا كوميرشال زي ما انت عارف، في كل جهه بتعمل الداتا بتاعتها وخرايطها وكده، وفي نفس الوقت احنا عندنا مشكله برضو شويه في الحته الامنيه، وانت عارف كويس ان احنا اكيد اكيد. بس هو حتى في المنص عليا كاتب لك لو انت حاطط الموبايل على الحامل في زجاج السياره مش هيبان ان انت بتصور والموضوع عادي يعني. هو مش هيبان ان هو محدش هياخد باله ان انا بصور، بس هي الفكره ان لو بعد كده اتقال ان في صور محطوطه في حته يعني بشكل ما ان انا هنسجلها رسمي وهنمشي رسمي وقانوني وكل حاجه ومعتمده وموثقه من كذا جهه. في حد صور منطقه كبيره بس صورها بالليل، يعني يا ريت اللي يصور يكون الصبح ويكون الزواج نظيف ويكون ما يمسكش ايديه. تمام، والموضوع عادي في الدول العالم كله. منصف علاء من ليبيا. تمام، ويعني يا ريت تجيب حامل، ما ينفعش حد يمسك الموبايل وهو سايق لان ممكن يعمل حادثه ما يكونش مركز، فاحنا عايزين الناس يعني تخلي بالها من الموضوع. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم يا باشمهندس. وعليكم السلام استاذ. اتفضل. السلام عليكم يا شباب كلهم، وتجميع طيب ان شاء الله، ويا رب نتجمع في الخير دايما واللي فيه النهضه لينا كلنا وافاده للجميع. ارسلوا طبعا بس باشمهندس عمر حضرتك سامعني؟ اه سامع حضرتك. بالفعل احنا بدانا من كنت بدات اصلا اوريدي في الايديتنج مابنج من فتره مع جوجل، كنت اشتغلت فيها فتره كبيره جدا برضو هنا في محافظه كفر الشيخ وبعض جزء اجزاء من السعوديه نتيجه برضو لعملي في الطرق والكلام من ده. ولكن لما اجي نشتغل النهارده في الاوبن ماب ستريت عايزين نعمل دوره او نعمل محاضره الاسس اللي هنبدا نشتغل عليها، ايه اللي نحطه الاول، الاولويات بتاعتنا. مش عايزين نعمل داتا ومش هنعرف نستفيد منها بسرعه، يعني شوارع رئيسيه، مناطق حيويه، خدمات عامه، نصنف الاعمال بتاعتنا بحيث نخلي التاسك سهله، نقدر نقول والله احنا خلصنا الطرق الرئيسيه في الفتره الاول من فتره كذا لكذا، نعمل سكيدول لنفسنا يعني. تمام مظبوط، وده هيفيد الكل. تمام، حتى هنشوف الخريطه تظهر معانا يا جماعه احنا خلصنا المهمه الاساسيه بتاعتنا، نشتغل الطرق الرئيسيه الاول تخفف معانا الحمل في الفتره دي، اللي بعديها الطرق الفرعيه، اللي بعديها الشوارع السكنيه، اللي بعديها واحده بواحده الطرق المهدئه. يعني النهارده مثلا صادفني طرق محطوطه في الاوبن ماب ستريت معموله ان هي اسفلتيه مثلا، وهي طرق الله العالم بيها حاجه صعبه جدا، فيجي يشتغل عليها في المابنج او يشتغل عليها مثلا في النيفيجيشن
واحد يبقى معتقد ان هو هيمشي في الطريق ده ومحمل حموله كبيره ومأمن نفسه ان ده طريق اسفلت، يفاجئ ان هو طريق غير ادمي اصلا بالمره، ما يقدرش يمشي عليه. فدي احنا نستفيد منها. يعني انا فوجئت النهارده وانا ببص في الخريطه بالنتيجه لمعرفتي بالمنطقه اللي انا فيها ان هم حاطين خرائط، يعني مسارات مش موجوده على الحقيقه، مش موجوده. فاحنا لو احنا بدانا بس كل واحد بالمنطقه اللي هو قاعد فيها يبدا يبص على الخريطه النهارده ويراجع مراجعه سريعه ويشوف ايه اللي يتشال وايه اللي يكمل عليه وايه اللي يحط عليه نوتس وايه اللي يعدل الصفات بتاعته الخصائص بتاعته، هيكون مفيد لنا مبدئيا يعني. اكيد باذن الله. فيا ريت يعني لو قدرنا ان احنا نعمل محاضره بشغل عملي. في محاضره قويه جدا كان عملها المهندس عبد الرحمن فرجاني، كانت عامله خصوصا انا حضرتها. تمام، اتفقنا ان احنا كل فتره نعمل محاضره، بس عايزين ننشط الموضوع في مصر بحيث المحاضره الجايه ما يبقاش في نوع من اللومه. عايز اسال حضرتك سؤال تاني. بالنسبه لو احنا معانا خرائط اوريدي، خرائط مثلا تفصيليه لمناطق معينه اوريدي معايا، تمام لو نصرح بيها، هكلم المهندس عبد الرحمن النهارده. عايزين نخلص تقريبا نحملها مباشره. هكلمه ازاي نحملها. الخصائص بتاعتي هي اوريدي موجود متحمله باللايرز بتاعتها، سواء انا شغال على الجي اي اس، سواء مشغال على الكاد او اي برنامج من البرامج بتاعتنا، موجوده بعض الخرائط دي موجوده متاحه. هكلمه حالا. فدي يا ريت هتسهل كتير جدا لينا وهتريحنا، لانها تنزل بخصائص الفعليه طبقا للحكومه طالباه او الحكومه منفذاه. خلاص، هو كلام جميل جدا. اتفضل. هو للاسف انا سالت السؤال ده المره اللي فاتت في المحاضره للمهندس عبد الرحمن، ان انا برضه نفس القصه، انا عندي بعض البيانات، بعض الطرق الرئيسيه اللي كان معمول لها ابديت، فقال لي لا للاسف، قال لي الاوبن ستريت ماب ما يعني حته البالك دي لا، هو معمول عشان المشاركه الاجتماعيه وكل شخص يخش يدي انفورميشن على مكان معين، فحته البلك ان انا ارفع داتا او كده مره واحده. انا ما عملتش حاجه بالضروره بتعمل كده، فعشان قلت اسال منصب الرحمن. هو في ان انا اعمل سبورت ان انا اصدر الخريطه دي لاي برنامج بعد كده؟ التصدير ده التصدير بيصدرها مش لاي برنامج، هو انا صدرت بالفعل منها النهارده لمنطقه، هو بياخد الخطوط اللي موجوده اللي هي جايه من الجوجل ايرث او نازله من اي برنامج تاني، لانه مستغل برضه بعض البرامج الثانيه معاه. هيقطع دلوقتي الزوم، فلو ناس تكمل على نفس اللينك تاني نقدر نكمل ان شاء الله في وقت افضل باذن الله. وقت تاني مفيش مشكله ان شاء الله. لا دلوقتي حالا يعني، هو هيفصل ثواني ونكمل بعديها على طول. ثواني، احنا داخلين الحزمه اللي هي تمام، ثانيه واحده وهندخل كلنا مع بعض. هيفصل دلوقتي ونشوف ازاي نقدر نستفاد من الحاجه الموجوده. هو بيصدر لكذا